السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في درس جديد، درسنا اليوم هو تطبيق سيمكنكم من استنساخ جميع تطبيقاتكم. التطبيق هو هذا، اسمه أب كلونر، سوف ندخل إليه. هنا يطلب منكم شاء الاستدار كامل. الآن سوف نختار أحد التطبيقات التي نريد استنساخه. مثلاً أختار هذه اللعبة سيربح المليون. هناك عدة غير شرق الأيقونة أو تغير لونها، ترون معي وإعدادات أخرى. الآن نستنسخ التطبيق عبر الضغط على هذه الأيقونة هنا، ثم الضغط على أوكي. نستنسخ التطبيق. تم استنساخ اللعبة بنجاح. الآن نضغط على انستال اب، تنزيل التطبيق. تم تنزيل التطبيق. الآن كما ترون معي أتوقع على نسختين من هذه اللعبة، النسخة الأولى هنا والنسخة الثانية في هذه الصفحة. عبر هذا التطبيق يمكنكم استنساخ جميع تطبيقاتكم. رابط هذا التطبيق سوف تجدونه أسفل الفيديو. أنا أنصحكم بعدم تحميل التحديث الأخير لهذا التطبيق، لأنه سيمنعكم من تحميل استنساخ بعض التطبيقات مثل الواتساب. وأتمنى أن الدرس أعجبكم، واشتركوا بالقناة ليصلكم الجديد. إلى اللقاء.